مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا كنتواجدوا في المقر ديال الجمعية اللي احتضنت بقوة الملف ديال سنة 12 سنة والعائلة ديالها. مشاهدينا الكرام، غادي ناخذوا مقتطفات من القصة بشكل عام. غادي نبداو بالطبيب. دكتور، بعد أن تناولتي الملف، معايا المسؤول القانوني في الجمعية ومعايا كذلك الحقوقي والأب، وكان الحمد لله إعلاميين عدد كبير تا هما تناولوا معاك الملف. كيف شفتي الملف بشكل مختصر؟ غير في كلمتين أو في بضع جمل، لا سناء للأب ديالها، للعائلة الصغيرة ديالها، كلهم في واحد الحالة من الهشاشة النفسية ومن الضعف النفسي الناتج على هذا المشكل هذا وعلى هذه الحادثه الشنيعه اللي وقعت، واللي خاص سناء ولا اللي خاص الاب ديالها، خاصهم الدعم النفسي والمواكبه النفسيه بطريقه مستمره باش ما تكونش واحد التداعيات سلبيه لا على سناء لا على الاب ديالها اللي هو الربان ديال هذه السفينه هذه، باش يقدر السفينه ديال العائله ديال سناء يوصلها لبر الامان باقل الاضرار النفسيه الممكنه. كلام مختصر، شكرا لك. هنا بقى عندي شي جانب مهم سي محمد. نعم. تناولوا معاك الموضوع ديالك، مجموعه من الناس، صحافه، حقوقيين، كلشي متعاطف معاك. اليوم دوزتي في الدار البيضاء في هذه الجمعيه، كيفاش شفتي الامور؟ كنفتخر بهاد الناس وكنشكرهم كاملين وبهاد الناس اللي عاونوني وكنساندهم، وشكرا. الله ينصر سيدنا والله يرحم الوالدين، الله يعاون. احنا معاك، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف سفيان. سفيان رجل المهام الصعبة، تناول هذا الملف، كان بطبيعة الحال في القصة اللي عدد كبير من المغاربة متبعينها ديال تهامي بناني وكذلك ولد عمل جمعوي بشكل كبير. غادي نشوف معاه الشق القانوني لأنه تبع الملف وشافه مع الطبيب وشافه من جميع الجوانب. سفيان، قلت رجل المهام الصعبة، أنا اللي كنعرفك مزيان، غادي تناقش معايا هذا الملف ديال 12 سنة ولدات، كيألم، كيفاش شفتيها؟ طيب يوسف، نحن نتواجد الآن في مقر المجلس الجهوي للمجتمع المدني اللي خذا على العاتق ديالو أن يتكلف بهذه القضية على المستوى المؤازرة القانونية أيضا بتكليف دفاع لهذه الأسرة في الملف المعروض الآن على السيد قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات، محكمة استئناف بالرباط. هاد صراحة شفنا، يعني كنشوفوا مجموعة من الملفات كيتعرضوا عندنا، مجموعة من طلبات المؤازرة، مجموعة من الضحايا، لكن اليوم عندنا ضحية استثنائية، ملف استثنائي وملف شاد. علاش؟ لأننا أمام الضحية اللي عندها 11 سنة أو 12 سنة وهي طفلة، واللي مورس عليها عنف جسدي نتج عنه افتضاد بكرة مع الحمل مع الوضع في هذه السن الصغيرة، وبالتالي فالأمر جلل والأمر استثنائي كما قلت. هذه الطفلة لا زالت تحتاج إلى أن تدرس وأن ترتاد المؤسسة التعليمية وأنها ما زال خاصها تلعب. فجأة لقات نفسها أمام واحد الوضع اللي ما عارفاش، وأنها حاملة إلى درجة أنها طيلة الحمل ديالها ما كانتش عارفة أنها حاملة. هنا كنعرفوا أن الطفلة أصلا غير ني با كونسيونت، يعني لم تكن في حالة وعي لكي تدرك أنها حامل. ثم وضعت الآن إلى رجعنا للمدونة الأسرة، المادة 147 من مدونة الأسرة، سنجد أن المشرع يتحدث عن النسب ديال الإبن في حالة الاغتصاب للأم، ينسب شرعيا للأم في حالة الاغتصاب، والفصل يتحدث بهذا لو تيرم، بهذا الكلمة، المرأة في حالة اغتصاب المرأة. نحن لسنا أمام امرأة، نحن أمام في هذه الحالة نحن أمام طفلة، وبالتالي كيف سيتم يعني الحاق نسب هذا الابن لهذه الطفلة؟ ليست بأم وليست بامرأة، هي الطفلة. يعني حتى المسألة ديال البلوغ ديالها الآن هذا الوضع مازال ما ناقشناش على المستوى الطبي باش نفهموا أكثر. وبالتالي فعلى المستوى القانون الجنائي المغرب عنده ترسانة قانونية قوية في مجال الردع، خصوصا في مجال الاغتصاب،
التحديثات اللي كانت على القانون الجنائي رادع ويزجر مرتكبي هذه الأفعال، لكن هذا الاغتصاب أو هذه الجريمة الوحشية أظن أنها ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية جمعاء، بالتالي ليست ضد طفلة واحدة بل ضد الإنسانية جمعاء. أكيد أن محكمة الجنايات بالرباط ستتعامل بحزم وطبق القانون بطبيعة الحال مع مرتكبي هذا الفعل، وهم ثلاثة على ما أعتقد حسب ما تتبعنا في هذا الملف. وبالتالي فالآن الدور ودور الدولة ودور المجتمع المدني أيضا، دورنا نقوم به داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني كسي عبد الصمد، لكن أيضا الدولة يجب أن تقوم بدورها ويجب أن تطلع بأدوارها، وهذا الشق هو الذي سيتحدث عنه سي عبد الصمد، لأن الآن هذا الإبن لا يمكن لهذه الطفلة أنها ترعاه، باش نكونوا فاهمين، لا يمكن للطفلة أن ترعى طفل أو أن ترعى رضيعا، وبالتالي فمسؤولية رعاية هذا الطفل ورعاية هذه الأسرة كاملة تبقى ملقاة على عاتق الدولة التي يجب أن تتدخل لتوفير الحماية. أولا التهديدات التي يتلقاها الأب من طرف أسر المرتكبي هذا الفعل، ياك سي تكلمتي لنا على تهديدات كتلقاها، وبالتالي على الدولة أن تتدخل حتى قبل أن يتم وضع أن 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 يقدم شكايات في هذا الموضوع. ما نتسناوش أن تيجي عندنا وهذا الأب، لا شك أن السلطة المحلية في المنطقة التي يقطنون بها تعرف هذا الملف، السلطة القضائية والنيابة العامة متبعة هذا الملف في مدينة تفلت، العامل متبع هذا الملف في مدينة تفلت، وبالتالي يجب أن يقدم الحماية لهذه الأسرة بدون أن يطلب منه. ما تسناوش حنا تيجي هاد السيد هذا يفيق يمشي يدير بهم شكايه ويرجع وغندرسوها وسير واجي، حنا عارفين كما كيفاش كتجي الامور. وبالتالي اولا يجب ان تتدخل الدوله من اجل حمايه هذه الاسره من التهديدات التي تتلقاها، ثم الحمايه والدعم النفسي اللي قدمه الدكتور بشكور يجب ان تتكفل به الدوله، وماشي غير في هذه الحاله، في مجموعه من الحالات. اترك الكلمه لعبد الصمد على ما اظن لكي يتحدث بشكل مفصل بخصوص مسؤوليه الصمد. مشاهدينا الكرام، حقوقي هذا السيد هذا له مواصفات خاصه في كل ما يتعلق بالاتفاقيات لاهتمام الطفوله بالنساء اللي تيطالبوا بالحق ديالهم. تألمتي في هذه القصه وشتيها، وكان واحد العهد بيني وبينك انه كتقول لي الوقت اللي غادي نشوف الاب غادي نتألم اكثر، وقلتها لي قويله. كيفاش كتشوف هذا الملف؟ شكرا يوسف. اولا احنا كنعيشوا واحد الشهر فيه الروحانيات كتغلب اكثر من الامور الاخرى، وعادي اننا الا كنا في الايام العاديه غنتالموا بطريقه يعني ضئيله شويه، اليوم احنا والروحانيات ديالنا متعمقه مع الله عز وجل في شهر رمضان المبارك تالمنا اكثر. علاش تكلمنا اكثر؟ لان لا ناس ما كنتكلموش على جريمه اغتصاب عاديه، ما كنتكلموش على مشكل انجاب عادي، ما كنتكلموش كله العادي ما كاينش، ما عندنا شي حاجه عاديه، كنتكلموا ما هو غير عادي. كنتكلموا على طفله حملات وولدات وما عارفاش راسها بانها راه ولدات، راه ما عارفاش، ربما الدكتور عايش هذا ولا مثاه معاه، لان كيتكلم مع طفله ما عارفاش بانها انجبت، ما عارفاش ديك المسؤوليه ديال الانجاب اولا. تيتكلم ربما الدكتور عين هذه المساله هذه اننا نتكلم عن طفله ما عارفاش، ما عندها حتى شي معلومه على الصحه الانجابيه او الصحه الجنسيه او ما هو الجنس او الجنسانيه، ما عارفهاش، ما عارفهاش شنو هو الجنس. يعني شي وحده ما كنقولوش حمقى، ما عارفهاش انها حمقى، ما عارفهاش لانها بريئه، لانها طفله بريئه، والطفله البريئه ما عارفهاش شدوها وحوش، انا كنسميهم وحوش بشريه، لان باش الدريه في سن العاشره من عمرها وتمارس عليها النزوه الجنسيه والذكوره ديالك، هذه راه ماشي جريمه عاديه، ما القانون الجنائي ما دواش عليها، ما نقول لك ما دواش عليها في المغرب. هذا خصهم الاعدام، راه وحوش بشريه. تشد طفله في 10 سنوات وتغتصبها وتمارس عليها النزوات وتجيب معها الشهوات وترصد ليها وترصد الاسره ديالها ملي يخرجوا من الدار، شوف راه عصابه اجراميه، وملي يخرجوا من الدار وتمشي جريمة خطيرة جدا. أنا أتألم، علاش أتألم؟ راه ما عرفناش، حتى ربما علماء الاجتماع ما يقدروش يحلوا لنا هذه النافيلة، ما يحلوا،
يتلفوا حتى اللي يمشي متدخل مساعدين اجتماعيين باش ياثروا الاسره ما يقدروش. علاش؟ امام واحد الظروف خطيره جدا. اولا المستوى الوعي داخل الاسره، المستوى الثقافي عند الاب والام، الناس بسطاء، ناس على باب الله، والابنه حتى هي مسكينه على باب الله، راه ما كتوجد مدرسه كذلك، ما كتمدرس على بعد 6 كيلومتر. دابا اللي مسني وعلمني هو الاب، ملي قال لي واحد الكلمه بقات راسخه في الدين ديالي. اش قال لي انا ما صيفطتهاش المدرسه لان بعيده، خفتهم يتكرفصوا عليها في الطريق، صدقوا تكرفصوا لي عليها وسط داري. عرفتي البعد الاجتماعي ديال هاد الكلمة، كون كنا عند خبراء الاجتماع خاصها تحلل هاد الجملة، هاد الكلمة هادي. الراجل ما حرموا بنته من التمدروس باش يحميها، دخلوا ليه البلاصة اللي عند روسو هضر فين حماية وداوها ليه. فالقضية هي أكبر مما يتصور، أكبر من ملف داخل محكمة، أكبر من ملف غيباشر وقاضي التحقيق، أكبر من حكم ولو بالإعدام، أكبر منه. هذه قضية وطن، قضية دستور، قضية قوانين. هاد الناس اليوم شو الأب ديالو كتشوفو مسكين شاري الدين، شاري الدين على جوج الحوايج، فقد بويه وفقد الشرف ديال بنتو، ماشي بنتو، الطفلة ديالو اللي مازالك ملي كيشم مسكين جاي من السوق كيمشي يبيع القزبر وتم جاي كتفكر يجيب ليها كميشات الفانيد. ودابا تصور معايا مسكين كيجيب لكم ميشات الفاني، حتى قالوا لي راه بنتك حامله. ودابا الاب خصو مساعده نفسيه، خصو دعم، الابنه خصها دعم، خصهم دعم مادي، خصهم دعم معنوي، خص الدوله تدخل باش انا تكفل بولادها. هادشي اللي نقدر نقول. المجلس الجهوي للمجتمع المدني اللي كتراسو انت بطبيعه الحال مع الاطر، هذا وعد منكم انكم غادي تهتموا بهذا السي بطبيعه الحال. هو قبل ما يكون يكون في تفلت ولا يكون في العيون ولا يكون في الداخله، راه خونا، راه مغربي، راه خونا. فاش حنا تألمنا ليه راه نتألموا له، وابتداء من نهار الاثنين غنديروا جميع يعني الخطوات اللي خصنا نديروا، سواء مع مؤسسه الدوله، غنتواصلوا مع وزاره الصحه والتنميه الاجتماعيه، غنتواصلوا مع المسؤولين في تفلت باش انه اول شيء يوفروا لهم الحمايه الجسديه، تيتلقاو تهديدات من الاسره ديال، لانهم كيعيشوا التركيبه اللي عايشين فيها، كاينين هما الوسط وكاينين العائلات ديال الجونات، واحد على اليمين واحد على اليسار. خصهم يوفروا لي الحمايه اولا. الحمايه ملي كنقول الحمايه راه ماشي غير الامنيه، الحمايه الاجتماعيه، الحمايه النفسيه. السيد يتالم متدهور، ممكن غدا الا شناه غدا او بعد غدا خي كيدور في الزناقي وكيغوت بوحدو، راه فهمتي، راه لا اله الا الله، راه ما الكلمه، ما كاينش شي كلمه ممكن. صحيح، كنتمنوا لكم التوفيق يا ربي. مشاهدينا الكرام، بشكل مختصر الجمعيه كنتلو المحق المدني، المجتمع المدني، طبيب، كذلك مجموعه من الناس اخرين، كلشي الحمد لله. الكلمه الاخيره من عندك، تفضل. الحمد لله، هاد الناس كنشكرهم من هذا المنبر، نشكر السعد الدكتور وهاد الناس، وهاد الناس اللي وقفوا معايا، وهاد الناس اللي سي يوسف، وشكرا والله يحفظك. شكرا. الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام، الان حنا كنتواجدوا في المقر ديال الجمعيه، كاين فطور جماعي اللي غادي نفطروا بشكل جماعي على العائله، على شرف. تفضل قولها انت سي سفيان. هكا حنا معروف على شرف الاسره، ومن اجل انها تحس بواحد الدفء أسري وعائلي مع الدكتور، مع الأطر ديال المجلس الجهوي للمجتمع المدني، مع بعض المحامون من هيئة الدفاع ديال المجلس، وأصدقاء المجلس، والصحفيين والإعلاميين الذين أخذوا على عاتقهم تغطية هذا الملف من أجل إيصال الصوت ديال الأسرة إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين والرأي العام. وبالتالي فندعو الجميع الحاضرين لفطور على شرفه. شكرا لك مشاهدينا الكرام. لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع باش نختم، كذلك الجمعية هي تكلفات سي محمد والزوجة ديالو أو الأم ديالو اللي جات معك اليوم، والإبنة اللي غادي يكون عندهم المبيت هنا في الدار البيضاء فندق، تكلفات به الجمعية على أساس غدا، لأنه مجموعة من الإجراءات الإدارية كيشتغل عليها أخ سي سفيان والأخ عبد الصمد من أجل سك الطريق الصحيح اللي هو الدفاع عن هذه الأسرة. كذلك لن ننسى محمد، طبيب متخصص في علم الأمور النفسية والعصبية إذا صح التعبير، الله يجازيك بخير. حتى هو
كيوعدنا انه غادي يتبع الحاله ديال العائله. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما من جديد. مشاهدينا الكرام، تعليقاتكم تهمنا بشكل كبير. كلنا طفله سنه 12 سنه، هذا نداء لعدد كبير من المغاربه تيعطيوه لنا في التعاليق باننا نديروا ما وسع ديالنا من اجل مساعده هذه العائله. سوف لن نتوانى ولو لحظه في مساعدة هذه العائلة حتى تكون إن شاء الله في بر الأمان، سواء في الشق الاجتماعي والقانوني وكذلك الإنساني. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.